بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مشاهدي ومتابعي قناة السير. مرحبا بكم في هذا العرض ديال اليوم، عرض بالنسبة للناس عشاق الطبيعة والهدوء والكالم. الناس كتقلب على يعني الراحة النفسية. فجبنا لكم 1600 متر مربع محفظة ومسجلة تيتري، دخل على القدرون تقريبا واحد 160 متر، يعني ما بعيد شيء على القدرون. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هي هذه 1600 متر مربع. الناس كتقلب تلعب بقعة في الطبيعة وتبنيها ودير فيها الدويرة ديالها، دير الفيلا، دير المسبح، دير يعني الجردة ديالها ودير اللي بغات. فهذا الموقع المتميز وسط الهواء النقي والكالم، فأجمل لكم 1600 متر مربع في إقليم الحاجب. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، الارض كما كتشاهدوا جايه وطا، جيران كاينين، يعني منطقه رائعه صراحه. الامن الحمد لله، يعني الطبيعه، الهواء النقي الكالم. وقريبة القدرون 160 متر فقط على القدرون، يعني ارض صراحه ممتازه. الناس اللي كتقلب تشري دير واحد البقعه، فكاين الانسان اللي كيكون في المدينه عنده السكن ديالو الرئيسي ويبغي يدير واحد السكن ثانوي في الطبيعه في الهواء النقي. وكاين كاع حتى الناس اللي دابا كيتجهوا انهم يستقروا يعني نهائيا في الطبيعه في الهواء الطبيعي الطلق، وكتبقى لهم المدينه قريبه لهم، كل شيء قريب لهم، بغاو يهبطوا للمدينه يهبطوا ويرجعوا. ف صراحه كتبقى الطبيعه والعيش في الطبيعه راه صحي وجميل جدا صراحة، انك تسكن في هذا الهواء النقي وفي هذا الكالم. و 1600 متر، 1600 متر ما شاء الله، راه مساحة يعني لا يستهان بها. يعني الانسان يدير فيها الفيلا ديالو، يدير الجريدة، يدير يعني يدير اللي بغا ما شاء الله. مشاهدينا الكرام، ويزربها ويصاوبها فيردها، يعني فيرما رائعة. إذا المشاهدين الكرام، بالنسبة للثمن ديال هذا الخير ما شاء الله 1600 متر مربع، والثمن ديما كنقولوه مشاهدينا الكرام، ردا على بعض التعليقات اللي كتقول ديما كنقولوش الثمن، الثمن كنقولوه يعني فقط الإنسان يتبع الفيديو. فالثمن دائما نصرح عنه في الفيديوهات ديال قناة التيسير، الثمن مناسب وهمزة صراحة. 1600 متر مربع بعيد على القدرون بحوالي 160 متر فقط، ثمن يعني كما نقول لكم ثمن مشجع، بل جد مشجع، 24 مليون سنتيم. والجميل ان هذا الثمن قابل للنقاش مع مول البقعة مباشرة بكل شفافية ووضوح. يعني الا عجبتك البقعة غتجلس مع مولاها مباشرة، يجيب لك الورقات ديالها، تشوف الورقات ديالها، وبغيتي تتأكد من الورقات ديالها تاخذهم عند النوطير ديالك. يعني الشفافية المطلقة، الوضوح التام، يعني صراحة هذا هو الاشتغال ديالنا، المبادئ ديال الاشتغال في قناة تيسير هي هذه المبادئ، الوضوح والشفافية. 24 مليون وفيها نقاش أيها المتابع، أيتها المتابعة الكريمة. فعرض همزة، يعني همزة ما دايراش صراحة. إقليم الحاجب 1600 متر مربع، راه الإنسان اللي عنده أفكار يعني يدير فيلا ولا يدير منزل ويدير شرطة يرجعها جنة جنة، يرجعها بواحد الشكل رائع جدا. ف 1600 متر مربع محفظة 24 مليون قابل للنقاش. فعرض متميز. الرقم ديالنا اللي بغى يزورها 0676948484، وعيد 0676948484. شكرا على المشاهدة والمتابعة. بالنسبة للمشاهدين الجداد، ديروا ابوني في القناة باش يوصلكم الجديد. وبالنسبة لواحد الرسالة، هو الناس اللي كيتابعوا قناة تيسير، فعندنا في الإحصائيات 80% كيتابعوا قناة تيسير وما دايرينش الاشتراك. فنتمناو منهم صديقين انهم يدعمونا بالاشتراك في قناه تيسير، باش دائما نواصلوا في هذه القناه تجيب لكم الجديد ان شاء الله. ف 80% كيشاهدوا قناه تيسير ولكن ما دايرينش ابوني، فنتمناو انهم يديروا ابوني دعما فضلا وليس امرا، ونتمناو لهم كل الخير. ولكم منا كل التحيه والاحترام، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.